بتقول رح نحتاج لكيلو طحين اسمر من بلدي من ساسي، كوب طحين بلدي من ساسي، وقية برغل، مي مع معلقة ملح من ساسي. خلينا نبلش قبل ما افتل المفتول عشان بدي ادخل الجاج على النار. انا سلقت الجاج كثير منيح عشان اخذ الشوربه تبعته، طبعا بدي استخدمها اليوم بتحضير المفتول، وبدي اخذ كميه اشويها وكميه اخليها لليخنه. أوكي. لانه احنا بنحب الجاج، في جزء بحبه هيك وجزء بحبه هيك. حلو. بس التتبيله بدي احط معلقتين من صلصه بندوره لونا. بتعرفي انا مره واحدة صاحبتي بتحكي لي انهم بيعملوه بالبندوره، فانا انصدمت انه بلا هو بنعمل يا بالبندوره يا بمرقه الدجاج نفسها بالزبط. وعندي من ملح ساسي، وراح اخذ من بهارات خليل اسكافي، البهارات يعني بس بابريكا وبهارات مشكله وفلفل اسود. حلو. يعني زي ما حكت الشيف امتياز انه استخدمت هي هنا ملح ساسي، وهم يعني على قول دعايتهم على سفرتك اساسي، وهو فعليا على السفره اساسي. وغير هيك احنا اليوم كمان مستخدمين الطحين الاسمر من ساسي. يعني انا بصراحه كثير بستصعب انه وين الاقي طحين اسمر، وكثير ناس لسه كنت بحكي لك الصبح ايش الصبح انه تغلبت لقيت طحين اسمر، بعدين هلا صار موجود عندهم طحين اسمر، طحين عادي، وعندهم كمان طحين الزيره اللي هلا رح تحكي لنا عنه الشيف امتياز، وعندهم كمان ميد. فموجودين هدول كلياتهم من شركة ساسي غير عن الملح. احنا اكثر اشي متعارف عليه هو الملح، بس لا هلا زي ما اليوم رح تستخدم الشيف الطحين الاسمر من عندهم، سواء استخدمتوه للمفتول او لباقي الاشياء للخبز تقدروا انكم تستخدموا من طحين اسمر من ساسي. طيب انا رح اعطيكي الصلصه تدهنيها اللي عملناها، الصوص اللي هو بس ليمون حطيت عليهم زي ما قلنا صلصه بندوره، شويه ملح، شويه بهارات مشكله من مطاحن خليل سكافي وبابريكا، رح ندهنها وندخلهم على الفرن يتحمروا. اذا بدنا نعمل اليخنه اللي بالبندوره، بدنا نعمل اليخنه بالدجاج، بدنا نخلي الدجاج زي ما هو. نيجي نبلش نحضر بالمفتول، فتل المفتول خلينا ناخذ صدر. انتم طبعا بالبيت انا بس عشان تشوفوا ما بستخدم اللي هو الصحن الغميق الستانلس الغميق اللي احنا متعودين عليه كلياتنا، بينما بالبيت ما اسهل لهم من الصدر. اوكي. بس بالبيت اذا عندكم الصحن الستانلس الكبير بيكون اسهل لكم. عندي برغل ناعم مستخدمه، حاطه اوريدي نقعته بشويه مي. تمام. بفضل البرغل الناعم عشان تطلع معي حبه صغيره، في ناس بحبوا يعملوه بالبرغل الخشن بس صراحه بتطلع حبته كثير كبيره. طريقه تحضيره كثير سهله، بدي احط البرغل. ايوه بالضبط، خلينا نحط كميه، انا مستخدمه لكل كيلو تقريبا وقية او اقل. عندنا زي ما قالت لكم دانا الطحين اللي مستخدميته اليوم الطحين البلدي الاسمر اللي هو اضبط شيء لينعمل منه المفتول. خليني اورجيكم المفتولات اللي انا بلشت حطيتهم على النار لحتى يتهبلوا معي التهبيل الاولى. شوفوا لي حباته، شوفي ما احلى هالمفتولات. شايفه كيف؟ عن جد. هلا قولي في كمان في كثير ستات بيوت بيستصعبوا انهم يطبخوه للمفتول حتى لو اشتروه جاهز، اذا ما بدنا نفترض انهم ما بدهم يفتلوه بالبيت. بيقدروا يشتروه جاهز طبعا، بيقدروا. طيب بس ليه بيستصعبوا طبخه؟ انه عشان لازم على البخار هو لازم طنجره بخار، وانا هاي الطنجره عندي اياها من زمان وهلا صارت متوفره وسعرها كثير رخيص، بتقدروا تجيبوها من عند الغانم ستورز. اللي ما عنده هاي الطنجره بنجيب عادي المصفاي الموجوده عندنا، بنركبها على اي طنجره موجوده وبنحط فيها العجينه. اوكي. فاذا هون حطينا البرغل زي ما قلنا، وحطينا الطحين الاسمر من ساسي، وبدي احط عليهم طحين ابيض عشان يكون اسهل علي وانا عم بحاول افتله ويطلع لونه كمان حلو. المي لازم نحط عليها ملح. عندي البرغل بحب احط رشه مي لانه البرغل شوي ناشف. حلو. بس بهاي الطريقه عشان نبني، بتقدروا تصيروا مع الوقت تخلوا من المفتول اللي اوريدي انتم فتلينه بتبنوا على اساسه. كيف بدي ابلش؟ باطراف اصابعي بهاي الطريقه احاول الم المفتول او الطحين اللي حطيته على حبات البرغل. لسه بده وقت، احنا كل مره بنرش برغل طحين مي لنصير نبني عنا حبات المفتول. هلا بدي ارش شويه مي بهاي الطريقه، مو كثير، ما بدنا نعجنه احنا. تمام. رش شويه طحين حبات. رح ندخل الدجاج على الفرن يا دانا. دخل لك اياها لا يبلش عندي الحبات يتشكلوا. شويه برغل وابلش ابني عليها. لا احس انه الحبات بلشت تتشكل.
يا سلام. تمام. يعني عم بوصلنا كثير تعليقات انه عم بيجاوبوا على سؤال حلقتنا، هل احنا استخدمنا المفتول جاهز ولا الشيف امتياز عم تفتلوا على الهواء مباشره معاكم؟ زي ما قلت لكم بدايه الحلقه اليوم في عنا 6 جوائز، جائزتين مقدمين من زغلول، جائزه مقدمه من الغانم ستورز، جائزتين مقدمين من مطاحن خليل سكافي، واما الجائزه الاخيره فهي الميكروويف اللي انتم عم بتشوفوه معنا على الهواء. اوكي لا راح الميكروويف، قبل شوي كنتوا تشوفوه معنا على الهواء. اوكي وكمان بدي اذكركم انه احنا دائما في عنا جوائز، وبكره كمان في عنا جوائز قيمه، فاللي ما رح يفوز معنا اليوم بربح معنا بكره وبالايام الجاي، فما في عنا حدا خسران. كل اللي عليكم تعملوه انكم تجاوبوا على سؤال حلقتنا، تكثفوا من اجاباتكم ومن تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تكونوا احد الرابحين معنا. طيب اذا بدهم يسالوني كيف بدي اعرف انه المي اللي انا حطيتها مناسبه ما اكثر، ما لازم تكون عندكم، بحط انا الطحين بعدين ببلش احطه، بحط شويه مي بس احسه ببطل عندي يشرب طحين برجع بضيف مي. اوكي تمام. هلا بدنا نضيف شويه مي. اوكي هدى عم تحكي لنا يسعد مساكم جميعا، وبدها كانت من زمان انه ترجع تحضر حلقه المفتول وهي نعدنا لك اياها، يعطيكم العافيه وصفات بتجنن. اوكي والشيف حتفتله. سيما كثفي من مشاركتك لحتى تكوني من احد الرابحين معنا بنهايه الحلقه. واللي بيقدر يحكوا فتلتي او جاهز، بس بالزبط. كلمه واحده فتلتي او جاهز. او جاهز. طيب انا رح اضل اعمل بهاي الطريقه اللي انا ورجيتكم اياها، اضيف مي اضيف طحين، يعني هون نضيف مي هو بلش يتشكل عندي، بلش شوي بس انا بدي اجيب شيء احط فيه المي بطريقه اسهل. أوكي. برجع بحط من الطحين اللي انا خلطته من الطحين الابيض. وبضل اعمل هيك لا تخلص عندي الكميه، بعد ما تخلص عندي الكميه بورجيكم كيف هلا بعد الفاصل رح نبلش نطبخها. يعني هدول الكميه كنت عم بسال الشيف امتياز بيطلعوا طبخه كامله ولا بدنا نضلنا نفتل كميات؟ لا بتصير تبلشي تزيدي عليه اللي طحين المي، بس انا قبل الفاصل كنت لابسه الجلافز صراحه ما عرفت والله، وعم بجمع معي لانه عم بتعلق المي والطحين هون فعم بجمع معي فما عرفت. خلص رجعت شلحت الجلافز وبلشت، هي بلش يفتل معي، ببلش هلا ازيد مي طحين رشة مي وبكمل الفتل. الفتل انا دائما باطراف اصابعي من هون هيك، يعني طلعوا كيف بهاي الطريقه، او حاولوا بكفه ايدكم من هون بس ما بيكون نضغط عشان ما يعجن. ايوه بالضبط، وعشان ما يلزق بايدنا. بنضل نعمل هذا لنخلص كل كميه الطحين الموجوده عندنا. هلا المفتول بدنا نطبخه على مرحلتين يا دانا، المرحله الاولى اللي هي التهبيله الاولى. تمام. المرحله الثانيه اللي هي التهبيله الثانيه، انا هلا حطيت الاولى، هي خليني أرجيهم إياها، تركتها على النار تقريباً ساعة وربع. أنا ما عندي هاي التنجرة يا شيف، وبدي طريقة تانية. شوفوا أحلى المفتولات والله عن جد حلوين صغار، بس كل ما حطيته طحين كل ما زادوا أكثر. أخذوا هيهم. وأنا كمان بتعرفي شو بعمل؟ بجيب مصفاية بحط المفتول، شايفين المفتول ما أحلى؟ بجيب مصفاية بحطهم كلهم بالمصفاية برجع بحركهم عشان أطلع الطحين الزيادة ويصيروا معي نفس الحجم. حلو تمام. يعني هيك احنا خلصنا فتل، هيك خلصنا فتل. حلو بس هي بدها طولة بال الصراحة، خصوصا لحدا بيجرب جديد، ودائما ما تجربوا كمية كتير كبيرة، جربوا كمية كتير صغيرة. زبطت معانا بنكمل كل الكمية، عشان بزعل بس حدا يقول لي حولت وخربت وكذا، ما نخرب كمية كتير كبيرة. صح. بس فكرته كتير سهلة وكتير بسيطة. بدي اجيب هلا، انا عملت التهبيل الاولى. هلا انا بدي احكي لكم شو هي التهبيل الاولى. ما عندي طنجره زي هاي، بسيطه. قلنا جبنا مصفايه ركبناها على اي طنجره موجوده عندنا، الحبات الكبيره اللي بتطلع من المفتول لازم ناخذها ونحطها على جنب. أوكي. ما تضل بالمفتول، بنجمعها او بنعجن لنا شويه عجينه اللي هي طحين ومي وبنحطها على طرف الطنجره من هون. أوكي. تمام. والمفتول ما لازم ينطبخ بس على مي من تحت، اذا بدنا ما بدنا نحط الدجاج ونسلقه بالطنجره اللي تحت لانه احنا بدنا بخار قوي. صح. والبخار بيطلع من الاشياء الموجوده جوا الطنجره. اوكي فبناخذ بنحط ليمونه بنحط بصله بالمي، بس انا حطيت الحمص اسلقه، خليني اورجيكم بالدقيمها. بسلق الحمص، بسلق الدجاج، بسلق اي شيء، المهم شايفين قد ايه البخار. لاني اوريدي عم بستخدم فيها شيء عم بنسلق. خليني اورجيكم المفتولات ما شاء الله. لسه كنت جاي اسالك انه بتحطي معاه بصل، بعدين لقيت انه حاطه مع بصل. لا ما حطيت، هي حركت بنفس المعلقه بس ما حطيت. هلا التهبيل الاولى، بسم الله ما شاء الله، التهبيل الاولى تقريبا بتاخذ 45 دقيقه لساعه، انا بحطها تاخذ راحتها على النار لا تستوي. التهبيل الثانيه في ناس بحطوها نص ساعه، في ناس ساعه، حسب قديش انتم بتحبوا المفتول. شوفوا ما شاء الله، طبعا هاي كمية كتير أكبر من كيلو، أنا هنا عاملة تقريبا 3 كيلو. شوفي ما شاء الله المفتولات. اللي ما بده يجيب المفتول ويفتله، في كتير ناس
في كثير ناس بيجيبوا اللي هو المفتول الجاهز، وفي كثير ستات صراحه انا بحط لكم هلا رقم ست بتعمل مفتول بجنن في بيتها. تمام، خلينا عشان الصدر رح يكون كثير اصغر من الكميه اللي انا بدي اياها. بس زي ما حكينا لهم مش غلط انهم هم يجربوها يعملوها بالبيت بكميه قليله، ما تعملوا كميه كثير كبيره. وزي ما حكت الشيف اللي احنا الكميه اللي عملناها رح ترجع تبرك ورح تزيد، فكل ما ضلينا نزيد طحين ومي ونحركهم رح تزيد الكميه، يعني مش بس الكميه اللي احنا عملناها رح تضلها نفسها، لا هاي رح تعمل طبخه. لانه انا كان عندي تساؤلات زيكم انه بدي اضلني انا احرك وازيد طحين، ما انت كل ولا بدك تضلك عشان تعملي طبخه. بس مش بدك تضلك تحطي كثير انه برغل. بدك تضلك لا برغل خذوا اولها، بس لو هي ابنه حبات البرغل المفتول مفتول. بعدين كملوا بدي اخذ زيت زيتون عشان نعمل التهبيل الثانيه احنا اللي بدنا نحطها على النار. اوكي بدنا ناخذ زيت زيتون، بحب افركه بزيت زيتون. اوكي تمام، باخذه بفركه حتى بعد ما اخلص فتله بفركه شوي بزيت زيتون. هيو حباته اوريدي رح تتفتح عن بعض، ما تقلقوا. شوفوا ما شاء الله سخن مثل النار. طيب خلينا ناخذ مقادير التتبيله يا مروه. وين الزيت حطيناه؟ يلا هيو خلينا ناخذ افركه بالزيت شوي قبل ما ناخذ التتبيله واليخنه اللي رح نعملها. يلا شوف المقادير لتتبيل المفتول. رح نحتاج بصل كبيره، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره بهارات مشكله، معلقه كبيره فلفل اسود وكمون، معلقه كبيره عين جراده، وجميع البهارات اكيد مقدمين من مطاحن خليل سكافي. اوكي هاي الطريقه الثانيه صح، لمرقه الدجاج. رح نحتاج لمرق دجاج، نص كيلو حمص، اربع حبات بصل مقطع، خضار حسب الرغبه، مكعب مرق من زغلول، ملح فلفل اسود وكمون، اثنين مكعب بندوره من دوبي، وكمان كل البهارات مقدمين من مطاحن خليل سكافي. زي ما حكيت لكم الشيف امتياز، في ناس بحبوا يعملوه بمرقه الدجاج، في ناس بحبوا بمرقه البندور ومرقه الخضار، فاحنا اليوم رح نعمل الخلطتين الوصفتين، فخليكم متابعينا لحتى تشوفوا شو هي الطرق اللي رح تعملهم اليوم الشيف امتياز، وشاركوا معنا. لانه هلا حكيت للشيف امتياز كل الاشخاص اللي رح يشاركوا معنا اليوم بتعليقاتهم على صفحتنا على الفيسبوك رح يدخل اسمهم بالسحب بكره، وبكره رح تكون الجائزه عندنا ليره ذهب، بالاضافه للعديد من الالكترونيات اللي مقدمين من سامح مول الكترونكس. فكل اللي رح يشارك معنا اليوم كمان رح يدخل اسمه بالسحب بكرة، فما في حدا رح يطلع خسران، ما حدا رح يطلع زعلان، كلياتكم رح تربحوا معنا خلال برنامجنا فطور السحور. فكثفوا من مشاركتكم لحتى تكونوا أحد الرابحين معنا. سؤال حلقتنا لليوم، الشيف امتياز فتلت المفتول على الهواء مباشرة ولا استخدمنا جاهز؟ بس اكتبوا جاهز او على الهواء انفتل انه حضرته الشيف امتياز. مش ضروري انه تكتبوا تعليقات كثير طويله او هاي عشان تزيدوا فرصتكم بالربح وتكثفوا من المشاركه وتكثفوا من التعليقات تبعتكم. دانا احنا بعد ما نزلناه من على البخار فركناه بشويه زيت زيتون، جبنا بصلتين كبار لاني انا عامله قلت لكم تقريبا 3 كيلو، حطيت عليهم عين جراده، حطيت عليهم كمون، فلفل اسود، بهارات مشكله، وراح اخذهم احطهم فوق نص الكمية اللي أنا حطيتها بهاي الطريقة. ما شاء الله كميتهم منيحة. رح أخذ بقية كمية المفتول الموجودة عندي وأرجع أتركهم. أيوة بالضبط، أرجع أتركهم على النار تقريبا زي ما قلت لكم، في ناس بيحبوا نص ساعة، في ناس بيحبوا ساعة، في ناس بيحبوا، أنا الصراحة بتركه تقريبا كمان نص ساعة أو 45 دقيقة على النار. طب هلا هاي الطريقة عشان ياخذ كل النكهة تبعت البهارات والبصل، والبصل ويستوي عندي البصل ويدوب وياخذ كل نكهة البهارات، ونقدر نسكبه وقت ما بدنا. امتى بنقدر نفرزه يا دانا؟ بنقدر نفرزه بعد التهبيلة الأولى، بناخده ومنفرزه أو بننشفه بعدين بنضبه قد ما بدنا وقت. وبيقعد بالفريزر قد إيه؟ بيقعد بالفريزر وقت كتير طويل، بضله بضل 6 أشهر واكثر. بس انا دائما قصه الفريزر بضل اقول لهم اكثر من 6 أشهر ما تحتفظوا ولا شيء، الا ما بياخذ هيك بتحسيه طعمه صح بتغير، بصير كله الثلج، من الثلج بطعم بتحسيه 100%. طيب عشان نعمل اليخنه في طريقتين لليخنه بدنا نعملهم، في ناس بحبوه على يخنه الدجاج نفسها اللي هو عباره عن كميه كبيره من البصل وعليهم كميه الدجاج الموجوده عندنا وبحطوا الحمص. أوكي. انا الحمص بحطه تحت المفتول زي ما قلت لكم لسببين، بدي البخار كلياته يطلع اول شيء، وثاني شيء بحب الحمص يدوب يكون دايب. صح. وفي ناس بحبوا يعملوها مع الخضار، خليني انا نبلش باول وصفه. ما شاء الله عندي البصل تركته على النار، عندي كميه كثير منيحه من البصل، كثير 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 منيحه لانه بحب البصل كتير. وبحب الحمص المفتول، بس بدي انقص من هاي الكميه، هاي راح اعملها بالخضار وراح اعمل الثانيه
بيخنة الدجاج. طيب هي عندنا كمية من البصل هنا بالطنجرة، راح أحط عليهم الجاج أو مرقة الجاج اللي سلقته. هاي بدي أرجع الجاجات، بدي أرجع مرق الجاج. بتحبوا تقطعوا الجاج، بتحبوا تكونوا سلقينه على جنب، اللي بدكم إياه وأنسب لكم. حلو. وإذا ما عندكم مرقة دجاج، أكيد بكل المؤسسات الاستهلاكية موجود مرقة الدجاج من زغلول، سواء كان بدكم تعملوا إشي بالدجاج زي ما اليوم عاملة الشيف امتياز المفتول، أو بدكم تعملوا إشي باللحمة عندهم كمان مرقة اللحمة، وأكيد مرقة الخضار من زغلول. زي ما أنتوا بتشوفوا إنه العلبة صغيرة، وبتفتحيها وبتستخدميها للطبخة نفسها، ما بنحتاج إنه إحنا نخليها ونرجع نستخدمها مرة تانية، وكيف بدي أضبها وكيف بدي أخبيها، لا، هو الظرف نفسه بنستخدمه لمرة واحدة وبس. وهيك بتكون يعني ما بنحتاج اكثر مرقه دجاج، وبنكون استخدمنا كل الكميه اللي احنا بدنا اياها. دانا بدنا نقول لهم انا حتى مع مرق الدجاج والله باخذ باكيت من مرق الدجاج زغلول، وزي ما قالت لكم متوفر حتى هلا بكياسر مول، سامح مول، كارفول، هيها بحطها حتى لو اني مستخدمه مرقه الدجاج، بتعطي الوصفه عندي كثير دسامه وطعمها كثير بيكون ألذ، زائد انه فيها بهارات مش مضاف لها اي مواد حافظه ولا اي اصباغ. راح اخذها احطها واتركهم على النار كمان مع بعض زي نص ساعه، بحب ياخذوا نكهه. ايش بحط بهارات؟ بس ملح، كمون، شوي بهارات مشكله، وبحبها هيك تاخذ وقتها يعني عشان تاخذ معي نكهه لذيذه. حلو. هلا عين جراد اللي بده يسالني، متوفر برضه زي ما قلنا عن مطاحن خليل الاسكافي، بس اذا ما بدكم تحطوه هو اختياري، بس هو الاساس المفتول بنحط له. وهي عندي الفلفل الاسود، نتركهم هلا يطبخوا مع بعض. اما التتبيل او اليخنة الثانيه اللي رح نعملها مع الخضار، هلا في ناس كثير بيعملوها مع الزهره. أوكي. تمام، بس انا بحب احط مثلا قرع، كثير بتطلع بتجنن. عندنا مثلا كوسه بتطلع كثير لذيذه، عندنا جزر برضه بيطلع لذيذ. خلينا بس ناخذ طنجره. بس الحلو انك انت بدك تحاولي تشوفي ايش في شيء بموسمه، يعني القرع مش دائما متوفر 100%. انا حتى ما لقيته، لو لقيته كان استخدمته. اي شيء هلا سعره غالي او مش متوفر بكل مكان دائما بحاول ابعد عنه، ببعد عنه 100%. حلو. طيب هلا عبما ترجع بدك تحطيها على النار مره ثانيه، هي نفس المرقه ولا بدك تعملي هي؟ لا، هي تانية. البصل انتم شايفين انه كميه البصل اللي انا بستخدمها، بس البصل اوريدي مقلى يا جماعه، هلا طلعته قدامكم. طبعا حاطين عليه زيت شعبان، سوري قطعتك، حاطين عليه زيت شعبان عشان ما يطلع ريحه وما نروح كل ريحتنا بصل. حفظتها دانا هاي المعلومه حبيبتي. بعد ما نفرم البصل بنحط عليه زيت شعبان وبنخليه، عبما بدنا نيجي نطبخه لحتى ما يطلع ريحه البصل كثير بالبيت. 100%. عندي هون البصل وعندي جزر، تقدروا تتركوهم ينطبخوا مع اليخني وكلاتهم، تقدروا تسلقوهم شوي. عندي كوسة، عندي جزر، عندي زهرة. بس بالبيت ما بحب الكوسة ما نحط، ما بحب الجزر ما بحط. حطوا الخضار، بتحبوا بطاطا مثلا بتقدروا، اللي بدكم إياه. وراح أضيف بقية كمية الحمص المتوفر عندي، وأرجع أحط مرق الدجاج مكملهم أنا وياها. بعد الفاصل بكون رجعت المفتول على النار. أوكي. قبل الفاصل حطينا كمية بصل كتير، كمية حمص كتير، وحطينا عنا زهرة، عنا كوسة، عنا جزر. شايفين؟ شو ما بدكم خضار، شو ما بدكم خضار انتو حطوا، تقدروا تستخدموا، بس البصل والحمص هن الأساس أساسي. سواء كانت بيخنة الدجاج أو كانوا باليخنة مع البندورة. برضو راح أستخدم مكعب مرق من زغلول، ولازم تجربوا زغلول، وعليهم عروض هلا بتجنن هاي الفتره. حلو. وانا عاصري هون شويه بندوره عشان اعطيه هيك لذاذه ولون حلو. هي هون، وبحب برضو احط مندوبي، انا مسميته ابتكاري او اختراعي الجميل، اللي هي رب البندوره او معجون البندوره من دوبي. كل مكعب هو عباره عن معلقه واحده، نسبه تركيز البندوره فيه كثير عاليه. نصيحه استخدموه. وين بنلاقيه؟ بنلاقيه بكل، قلت لكم، سامح مول، ياسر مول، بكل المولات الكبيره والسوبر ماركتات، وكمان بالمؤسسه المدنيه والاستهلاكيه. راح اخذ انا مكعبين على انهم ايش، معلقتين من صلصه البندوره. طيب برضو راح احط الكمون. اذا حطينا كل الخضار الموجودة عندنا، حطينا البصل، حطينا صلصة البندورة من دوبي، حطينا نفس البهارات اللي بحطها أنا، بحط كمون، الكمون كتير لذيذ معها يا جماعة هاي الطبخة. وحطينا الملح ماء انساسي وشوية بابريكا وبهارات مشكلة. حلو. وراح أتركهم برضو على النار. هلأ هو شوفي الحمص مستوي والبصل مستوي، بس انا بدي الخضار لتستوي، يعني اعطوها 20 دقيقه نص ساعه، وتتسبك عندكم اليخنه بطريقه كثير لذيذه. حلو. فاذا عملنا يخنتين يا دانا، يخنه الدجاج اللي هلا تركنا، انا نقلتها
على الطنجرة هاي، واليخنة الثانية اللي هي بالخضار وصلصة البندورة هيها على النار. هلأ بعد التهبيل الثاني قلنا تركناها تقريبا نص ساعة ل 45 دقيقة، بس بدي أرجع أحركه بإيدي زي هيك عشان أتأكد إنه البصل هو اللي بيعطيه كل النكهة. البصل مع عين جرادة مع الكمون مع البهارات، هيك بتكون النكهة كلها عندي لذيذة وبتجنن. صار المفتول جاهز. يعني معاكم وقت تطبخوه الصراحة هلأ؟ لسه في وقت، في وقت كتير منيح. رح نيجي على صحن التقديم. اليخنتين عندي الموجودين، هاي يخنة الجاج بتجنن وريحتها بتشهي، صارت كمان جاهزة، وعندي اليخنة اللي بالخضار صارت برضو جاهزة. خليني أورجيكم قدي لونها حلو لأني استخدمت مكعبات البندورة من دوبي. شوفوا لي طلعوا يخنة الخضار ما أحلاها. يا سلام، أنا بحب الصراحة يكون فيها خضار وألوان هيك، يعني ألوان حلوة. وبحبها مع بندورة أكثر. أنت بتحبيها مع؟ لا إحنا ما بنعملها مع بندورة، إحنا بنعملها مع مرقة الجاج. أول مرة أكثر مع بندورة الصراحة، بندورة. بس أنا عملت التنين عشان نرضي جميع الأطراف. وخلاص رح نسكبها. حلو. بدنا نرجع نذكر الأشخاص اللي ما شاركوا معنا لسه على صفحتنا على الفيسبوك، كتبوا من مشاركتكم، مش ضايل وقت. من هون لتخلص الشيف امتياز سكب رح نكون أعلنا عن أسماء الرابحين، فإذا لسه ما شاركتوا شاركوا معنا لحتى تكونوا أحد الرابحين معنا. للأشخاص اللي ما رح تربح معنا اليوم زي ما قلنا لكم رح يفوت اسمهم بالسحب بكرة بالليرة الذهب اللي مقدمين لنا إياها مجموعة شعبان، فكتبوا من مشاركتكم لا تربحوا معنا بنهاية الحلقة. طب هلا الجاج رح تحطيه مع تبعت البندوره صح؟ بالضبط، الجاج اللي حمرناه بصلصه البندوره رح نعمله مع اليخنه اللي حطينا فيها البندوره، والجاج اللي عملناه مع مرق الجاج نفسه والحمص والبصل رح احطه مع اليخنه لحالها. حلو. وبدي احكي لهم كمان للاشخاص اللي بحبوا الاشياء الرمضانيه وبحبوا يزينوا سفره رمضان وبحبوا الاشياء، يعني سواء كانت فنجين القهوه او الصحون، اكيد بتلاقوا كلياتهم موجودين بديكوريشن 1 زي ما عم بتشوفوا. هم كمان مزينين لنا عندنا المطبخ السنه هاي والسنه الماضيه كمان كانوا معنا. ديكوريشن 1 بتلاقوا عندهم كل الاشياء اللي انتم بحاجه لها. امورنا 100%. لا خلاص احنا بس بدنا نسكب. وعن جد كتير لذيذ المفتول، كتير انا بحبه كتير كتير الصراحه. طب هلا بدك تحطي تبعت البندوره فوقه المرقه ولا بدنا نحط المرقه؟ بالضبط زي ما بنحط المرقه العاديه. في ناس بحبوا يرنخوا المفتول، صح نرنخه نحط عليه مرق اللحمه، مرق الجاج، المرق الموجود عندنا. بس ناخذ هاي اول شيء نحط عليها، نرنخه يعني نشربه او نسقيه بمرق الجاج او مرق اللحمه اللي استخدمناها. يا جماعه خلنا ناخذ اول شيء من ما شاء الله الجاج داب. انا هيك دائما بحس مع المفتول عشان بياخذ وقت البصل والحمص، فبيدوب كل الجاج اللي بيكون فيه 100%. وهو لازم يكون دايب الصراحه، رنخوه قبل بوقت قد ما بدكم. سلام، ما احلى ريحه، الريحه والله يا ريتكم كلكم معي. يعني وانا بالعاده ما بهتم اكل من الاكل بطبخه، بس سبحان الله خلاص خلص صح. هو دائما بتحس اللي بيطبخ ما بيقدر ياكل من الاكل اللي بيعمله. لا لا هلا انا باكل، بحب اكلي الصراحه هلا عشان ما اكذب. لا بس قصدي انك لما بتتعبي فيه ولما كذا وهيك لما بتيجي بتقعدي تاكلي ما بتحسي حالك انك شبعنا على الريحه. لا انا بحكي ما شبعنا على الريحه، انا بكون شبعت قد ما بدوق وانا بطبخ. اوكي